هتكلم في اول موضوع هتكلم فيه مع حضراتكم هو حالات الاساءه للنادي الاهلي او على النادي الاهلي من بعض اللاعبين القدامى اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي. واذا كنت انا بتكلم هنا فانا مضطر ان انا اتكلم في مثل هذا الامر لانه امر مهم. وفي الاخر مجموعه اللاعبين اللي كانوا موجودين بيلعبوا في النادي الاهلي حاجه غريبه جدا، في بعض اللاعبين اللي طالعين بيتكلموا على ان فتره النادي الاهلي بالنسبه لهم هي فتره صعبه وفتره عايز انساها. بعض اللاعبين دول هو حضرتك لو ما كنتش موجود في النادي الاهلي عمرك ما كنت هتروح كاس عالم للانديه. الموضوع بسيط جدا، لو انت ما كنتش موجود في النادي الاهلي عمرك ما كنت هتفوز بالبطوله الافريقيه، لو انت ما كنتش موجود في النادي الاهلي ما كنتش هتبقى 72% او 70% من الشعب المصري بيشجعك، لو ما كنتش موجود في النادي الاهلي ما كنتش هتوصل ل 10% من البطولات اللي حضرتك داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي منذ ان تم انشاؤه في 1907 وحتى الان 2020 مده طويله جدا جدا جدا. أهم ما يميز النادي الأهلي هو جمهوره، وأهم ما يميز النادي الأهلي هو اسم النادي الأهلي، وإن كل اللاعبين اللي دخلوا النادي الأهلي حضرتك إن أنت مجرد لما بتخش النادي الأهلي فأنت في 72% من الشعب المصري اللي هو 105 مليون أو 100 مليون 72% من الشعب بقوا يعرفوك، بقوا عارفينك، بقوا شايفينك، نجوميتك سببها هي النادي الأهلي، مش نجوميتك عشان انت اسلام مثلا الشاطر او ان انت جيت ولعيب جامد جدا وعملت تحط كباري وتجيب مش عارف اوفر، لا مش هي دي النجوميه. النجوميه ان انت اول ما دخلت النادي الاهلي في 72% من الشعب المصري بقوا عارفينك. 72 مليون مواطن مصري بيشجعوك وعارفين اسمك لمجرد بس ان انت دخلت النادي الاهلي. عشان حضرتك فلان ولا علان ولا ترتان ولا عشان حضرتك عملت حاجة جامدة جدا يعني أو حاجة كبيرة جدا أو إن أنت رقصت لك ترقصتين أو جبت لك جونين أو جبت لك بطولتين، ما هو أنت لو جبت بطولتين في عشرات النجوم وعشرات الأساطير اللي كانوا موجودين في النادي الأهلي وجابوا بطولات كثيرة جدا 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 وعمرهم ما اتكلموا كلمة واحدة وحشة على النادي الأهلي. عمرهم ما اتكلموا كلمة واحدة على النادي الأهلي. النادي الاهلي فضله على الجميع، فضله بما فيه انا اذا كنت بذكر حد من اللاعبين انا كمان بذكر نفسي عشان بس ما حدش يقول ان انا مش عارف ايه، لا انا بذكر نفسي قبل اي حد. النادي الاهلي فضله على الجميع، النادي الاهلي هو اللي عمل اسمك، النادي الاهلي هو اللي خلاك فلان الفلاني اللي كل السوشيال ميديا سواء على الانستجرام او على الفيسبوك او على تويتر او على تيك توك. حتى لو حضرتك ما دخلتش النادي الاهلي عمر ما كان حد هيبص لك، عمر ما كان حد هيبص لك. بعض اللاعبين انا ما بحبش اذكر اسماء اللاعبين الحقيقه لانهم كلهم فيهم بعض الاصدقاء وفيهم بعض اللاعبين اللي من نفس الجيل اللي انا كنت بتشرف بالتواجد معاه، ولكن انا استغربت جدا هو انت عمرك كنت هتلعب كاس عالم للانديه لو ما كنتش جيت النادي الاهلي؟ هو فكر كده يا جماعه، خشوا على مواقع، خشوا على الانترنت، خشوا على جوجل كده وشوفوا، اكتبوا فلان الفلاني احد اي احد من الاسماء اللي موجوده هتلاقيك بعيد جدا عن اي شيء، بعيد جدا عن اي شيء. عشان كده انا عايز تعمل حاجتين، اتفرجوا حضراتكم على اللي بيسيئوا للنادي الاهلي وشوفوا طريقه كلامهم وشوفوا طريقه نقاشهم وشوفوا اسلوبهم، هتعرفوا ان النادي الاهلي كان عنده حق، هتعرفوا ان النادي الاهلي كان عنده حق او جمهور النادي الاهلي كان عنده حق في ان هو بيجنب هؤلاء، بيفرز جمهور النادي الاهلي بيعرف يفرز ومتوقع جدا ان انتوا تعملوا كده. تاني حاجه شوفوا اخبارهم على الانترنت، شوفوا اخبارهم على الانترنت مرتبطه بالاثاره ومرتبطة بالمشاكل ومرتبطة ان انا اعمل ان انا اخبط في النادي الاهلي، حاجات كلها بعيدة عن مبادئ النادي الاهلي.
عشان كده هم مش موجودين، علشان كده بيطلعوا يهاجموا النادي الاهلي علشان يبتدي الكاميرا قدامهم يعني بعيد عنهم، فالكاميرا عايزه تروح لهم او هم عايزين الكاميرا تروح لهم. فهتروح لهم ازاي؟ هتروح لهم عن طريق ان انا اتكلم عن النادي الاهلي بالناحيه السلبيه، ان انا اتكلم عن النادي الاهلي بناحيه سيئه، ان انا اتكلم واقول كلام غير صحيح. القعده في البيت وحشه، انا عارف احنا كلنا مجربينها هذه الايام، فالقعده في البيت وحشه. لكن مش بتكلم على شخص، انا بتكلم على خلال الاسبوعين اللي فاتوا او الاسبوع اللي فات تحديدا، لقيت كلام كتير جدا جدا من هذا القبيل. هو انت عمرك كنت هتاخد بطولات لو ما كنتش لعبت في النادي الاهلي؟ عمر حد فيكو كان يتصور ان انت وانت ماشي في الشارع حد يروح يسلم عليك ويقولك انا بحبك عشان انت لعبت في النادي الاهلي؟ يا جماعة عيب. وبعدين ليه دايما بيروح للاعيبة اللي بتقالي الشو الشكل المنظر؟ انا عايز الناس تتفرج عليا، عايز السوشيال ميديا تبتدي تشير الفيديوهات بتاعتي، فلازم اروح للاثارة. حضراتكم تتذكروا في يوم من الايام وفي حلقة من الحلقات انا اتكلمت مع حضراتكم وقلت لكم اي حد بيبقى عايز يتشهر او يتعرف اكتر، او اذا كانت الاضواء بعيد عنه فترجع له مرة تانية، بيخش يتكلم عن النادي الاهلي بشكل سلبي او ايجابي. انا فاكر الجملة دي تحديدا قلتها لحضراتكم مرة وانا في ملعب الاهلي هنا. لكن ليه حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي وانت اساسا المفروض بص وراك كده وافتكر، بص وراك كده وافتكر ايه اللي حصل لما جيت النادي الاهلي. كلهم ناس محترمه وكلهم ناس بعيدا عن اي شيء، كلهم ناس محترمه ولهم كل التقدير وكل الاحترام، لكن في نفس الوقت الا النادي الاهلي، الا النادي الاهلي. ما تتكلمش على النادي وانت النادي الاهلي ده ليه فضل على كل الناس. مفيش واحد دخل النادي الاهلي الا وكان النادي الاهلي له فضل عليه. عمر ما النادي الاهلي خد فضل من اي حد من اللاعبين، لا خالص. كل الانديه وكل اللاعبين وكل المدربين وكل الاداريين اللي موجودين في اي حته في القاره الافريقيه وفي العالم العربي يتمنوا ان هم يبقوا متواجدين داخل النادي الاهلي. وانا الكلام ده مش بقوله علشان انا في قناه النادي الاهلي ولا عشان انا كذا ولا لا، الكلام ده انا بقوله لانها هذه حقيقه. وانا بتكلم مع حضراتكم كده بعد ما دخلتوا على النت واتفرجتوا على الفيديوهات، قارنوا الاسماء دي والاسماء اللي عارفه خير النادي الاهلي وعارفه ان قد ايه النادي الاهلي ده هو الاساس، اسم النادي الاهلي ده هو الاساس. قولوا اي اسماء بقى، مش اي اسماء، اساطير كبيره جدا جدا جدا. من اول مختار كابتن مختار التتش وكابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، الفريق مرتجي، كابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل، كابتن شوبير، كابتن مصطفى عبده، كابتن كل الاسماء، كابتن مختار، كابتن اسامه عرابي. انا بس مش عايز انسى الاسماء.